انا مش مصدق اني فات 11 سنه من اخر مره قابلتك فيها يا ذات. هو فعلا يا عصام السنين بتجري بسرعه قوي يعني، بس انت ما شاء الله عليك، طبعا الله اكبر يعني، ربنا كرمك على اخر شركه وصاحب مدرسه وكل ده من النظارات. يا انت لسه فاكره؟ بس انت ما قلتليش صحيح، تعرف الطريق منين؟ من صفية. أصل الحقيقة أنت صاحب المدرسة اللي ابني أمجد فيها، وأنا كنت جاية لك يعني لو ينفع إنك أنت تخفض لي المصاريف شوية عشان تقيلة عليا أوي أنا وعبد المجيد. ليه؟ عبد المجيد بيشتغل فين دلوقتي؟ هو كان بيشتغل محاسب في بنك، بس ساب الشغلانة من فترة يعني، ومن ساعتها بيدور على شغل بس لسه ما لقاش حاجة مناسبة يعني. طيب ما تخليه يعدي عليا في الشركة هنا، أنا محتاج مدير حسابات يكون شاطر وأقدر أثق فيه. وبعدين عبد المجيد لو اشتغل عندي في الشركة هيدفع نص مصاريف المدرسة بس، لأن يا مجد هيكون ابن واحد من شغالين في المجموعة. أنا عامل النظام ده لكل شغالين في المجموعة، غير كده هيبقى استثناء، وأنا ما بحبش المحسوبية. لا طبعا أكيد يعني، أنا هخليه يعدي عليك، وانا بصراحه يا عصام مش عارفه اشكرك ازاي، بجد مش عارفه اشكرك ازاي يعني. ايه؟ طيب عن اذنك، عن اذنك. شكرا قوي. العفو، بس خدي معاد من السكرتيره وانت ماشيه. اكيد طبعا اكيد. زاد، هو انت لسه محتفظه بالنضاره اللي كنت جايبها لك؟